تحياتي واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من فيديوهات مدريديستا زوم. الفيديو اللي بيجي بعد فوز ريال مدريد على اسبانيول 2-0 بالدوري الاسباني والصدارة بانتظار برشلونة شو حيصير معه. بس بالبداية طالما وصلكم الفيديو يا ريت تشتركوا بالقناة اذا ما انكم مشتركين وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولايك وشير وما تنسونا من التعليقات اسفل الفيديو. يعني اهم شيء عم يصير حاليا بريال مدريد هو نتائج منيحة على مستوى الترتيب، على مستوى النقاط الثلاثة، على مستوى الكلين شيت، على مستوى الغيابات اللي صايرة بريال مدريد وأزمة الغيابات. يعني الشيء عوضنا ريال مدريد كمية إصابات هائلة رهيبة بتصير بريال مدريد ومن زمان مو من هلا يعني، وما لقوا له حل للأسف. يعني يمكن أكثر نادي بأوروبا هو بيتعرض لإصابات هو ريال مدريد. في بظل غياب هازارد اللي ما حيلعب الكلاسيكو، مارسيل اللي ما حيلعب الكلاسيكو، جاريس بيل مصاب، ما حد بيعرف كيف وايمتى انصاب، المهم انه مصاب. زيدان اضطر يدخل هاي المباراة بهيدي التشكيل، بهذا التشكيل اللي كان ميندي مكان مارسيلو، رودريجو مكان بيل، فينيسيوس امام مكان هازارد. فينيسيوس اللي كان غايب عن ريال مدريد الفترة الماضية بالأمانة، يعني أمام خصم متواضع إسبانيول على ملعبه بين جمهور ريال مدريد قدر يطلع نتيجة إيجابية 2-0 وقدر يسجل هدفين عن طريق فاران وبنزيما. بنزيما هون اللي عم يقدر يستمر ويحافظ على صدارة هدافي الدوري الإسباني امام خصم اكيد عنيد هو ليونيل ميسي، 11 جول لبنزيما. بنزيما متالق هاي الفتره، طبعا بنزيما بهي المباراه للامانه كان يعني اقل من جيد. ريال مدريد على مستوى الاداء يعني إلو عليه، ريال مدريد ما كان جيد جدا على مستوى الاداء، بالعكس كان قليل على مستوى الاداء. بس هون فينا يعني نغفر لريال مدريد لانه ريال مدريد داخل على جدول مباريات، يعني الله يكونوا بيعونوا زيدان امانه. يعني عنده مباراه كلوب بروج، فالنسيا، برشلونه، ختافي، كل ثلاث ايام مباراه، كل ثلاث ايام مباراه، عنده ارهاق، عنده مباريات ثقيله مع فرق دسمه، مع فرق اللي وزنها يعني، وهي الفرق رح تحدد مسار الدوري الاسباني. بنعرف الدوري الاسباني يعني بس بتقعد واحد عن الثاني 6 نقاط على الدنيا السلام يعني، فخاصه اذا كان الخصم برشلونه يعني قليل ما يغلط، قليل ما يخسر، قليل ما يضيع نقاط. فكتير هذا الاسبوع والاسبوعين القادمين رح يكونوا كثير حاسمين لريال مدريد. فاذا كان تحفظ على مستوى الاداء البدني مقابل نتيجه، انه نحصل على نتيجه، فهذا الشيء اكيد يعني نغفر لريال مدريد هيك اداء مقابل انه يعني نقاط ثلاثه. وهذا الاهم حاليا لجمهورنا لفريقنا انه يطلع بالنقاط الثلاثه من كل مباراه حتى لو بأداء سيء. إذا بدنا كان على مستوى الأداء كان في كمية نقلات غلط كتير كبيرة، في إضاعة فرص أمام المرمى بنزيما، ويعني خوفني بنزيما اليوم، رجعني لبنزيما اللي بعرفه. إن شاء الله يكون بنزيما دائما في المستوى خاصة بهالفترة. فينيسيوس أكيد مشي جديد، إضاعة فرص عادي، إذا سجل هو المو عادي. فالفيردي هو أفضل لاعب بريال مدريد الشهر الماضي وهو أفضل لاعب في المباراة. بالإضافة إنه في سلبية هي طرد ميندي اللي ما حيلعب المباراة الجاية، بس زيدان رح يقدر يحلها. كارفاغال مكان ميندي لعب المباراة قبل وكانت جيدة. هي بشكل عام هي كانت اللي صار بالمباراة. بتمنى اشوف تعليقاتكم اسفل الفيديو، بتمنى يكون يصير في تفاعل اكثر مدريديستا، وبنلتقي فيديوهات جديدة ان شاء الله.